اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم فيها عن واقع ومستقبل الصناعات التكنولوجيه في مصر، دورها في تنميه اقتصادنا ومجتمعنا وزياده ومضاعفه الدخل القومي، ده بالاضافه لمساهمتها في اشاعه ثقافه الشمول المالي اللي اتكلمنا عليه كتير قبل كده. ضيفنا وضيفكم المهندس خالد ابراهيم، نائب رئيس غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات. باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. قولي قبل ما ادخل بقى في توطين التكنولوجيا والصناعه والكلام ده، عايز ابدا في النقطه قبليها، البنيه التحتيه التكنولوجيه بتاعتنا، هل احنا قدرنا نواكب العصر ولا لسه قدامنا تحديات وايه هي؟ هو طبعا يعني بدايه احنا بدأنا الخطوة الصحيحة نحو بناء بنية تحتية في قطاع تكنولوجيا المعلومات هتساعد وتساهم في خدمة المجتمع ككل. والبنية التحتية الأساس فيها قواعد البيانات، فقواعد البيانات دي مهمة جدا ان يكون قواعد بيانات مدققة. وبدأت وزارة الاتصالات مع عديد من الشركات والوزارات الأخرى في وضع خطة عامة لعمل قاعدة بيانات. من قاعدة البيانات دي اللي احنا بنعملها، احنا الوزارة بدأت بشركات الكهرباء، ومن هنا بدأنا ان احنا يبقى عندنا قاعدة بأسماء الناس اللي هم كل واحد طبعا عنده عقد كهرباء، فبدأوا بتقنين هذه العقود وإدخالها في قواعد بيانات، غير قواعد البيانات السجل المدني، غير قواعد بيانات الصحة، غير قواعد بيانات. فإحنا هنعمل شبكة من قواعد البيانات ويبدأ تدقيق المعلومات الموجودة في هذه قواعد البيانات، لأنك أنت عندك قاعدة بيانات مثلا للدعم، عندك قاعدة بيانات للاتصالات، عندك قاعدة بيانات بالضبط التأمينات الاجتماعية يعني. فإحنا الهدف الأساسي من الموضوع إن إحنا يبقى عندنا قاعدة بيانات. لو عندنا قاعدة بيانات موحدة، لو عندنا قاعدة بيانات موحدة قوية، فدي تبقى البداية الصحيحة إن إحنا فعلا نبقى ماشيين في الخط اللي هو السليم نحو النهضة بهذه الصناعة من جهات متعددة كتيرة جدا، والدولة بتستفاد جامد جدا. يعني موضوع الدعم ده لما بتعمل كروس ريفرنس مثلا لمين مستخدمي الكهرباء مثلا اللي فوق 3000 جنيه او 4000 جنيه وبياخد دعم، يعني ياخد الدعم بناء على ايه؟ فابتديت يبقى عندك معلومات انت مش متخيل ان هي ممكن تفيدك ان انت تاخد قرارات. ما هو انت عشان تاخد قرارات سليمة انت محتاج تكنولوجيا المعلومات عشان تساعدك في ان انت تاخد قرارات سليمه، قرارات سياديه بتكلفك كتير جدا، بس انت مش قادر تحدد مين فعلا مستحق الدعم. مثلا على سبيل المثال باخد مثلا الدعم على سبيل المثال، فمش ممكن مثلا واحد يكون عنده عربيه وياخد دعم مثلا يعني. فالفكره كلها ان وجود قاعده بيانات او قواعد بيانات قويه مقننه هتؤدي الى توفير مبالغ ضخمه جدا 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 بالنسبه للدوله، يعاد بقى ضخها في مجالات اهم مثل التعليم والخدمات والحاجات دي. طب قول لي موضوع قواعد البيانات الموحده دي، احنا بقى لنا كتير قوي بنتكلم عليها، ايه التحدي اللي بيواجهها؟ حاجات كتير قوي. يعني حضرتك طبعا لما نتكلم مثلا، حد يديك بس مثال، ان انت لما بتيجي مثلا تاخد عقود الكهرباء مثلا علشان تبدا تحطها على قاعده بيانات، ففي عقود كتيره تالفه، البيانات مش كامله، بتلاقي ان واحد مثلا يعني عنده عماره وحاطط اسمه في كل باسم مثلا في كل الشقق، فطبعا عندنا مشاكل. بس احنا طبعا كل قاعده بيانات ليها المشاكل بتاعتها، هل في حلول؟ طبعا الجهات كلها بتقعد مع بعضها بتشوف ايه الحلول للمشاكل بحيث ان احنا نارو داون او نفوكس او نركز في ان احنا نمينيمايز او نقلل بقدر الامكان الفوارق. ولكن في الاخر هيبقى عندك مثلا قاعده بيانات قوميه مقننه بنسبه 95% او 98%، which is حاجه طبعا ممتازه. ايجابيه. ليه ما نقدرش نحط جدول زمني قابل للتنفيذ للانتهاء من قاعدة بيانات موحدة؟ في جدول زمني محطوط.
بس طبعا الجداول الزمنيه احنا عندنا المشاكل اللي بتظهر لنا اثناء التطبيق او اثناء التنفيذ بتكون احنا مش متخيلينها، يعني بتبقى حاجات فعلا نوادر. فكل ما بنحط مواعيد علشان نخلص بيحصل ديلي او تاخير في هذه المواعيد. ولكن انا يعني شايف اني مثلا على نهاية السنة، على أكثر نصف السنة اللي جاية، المفروض يكون عندنا قواعد بيانات قوية جدا بتمثل نسبة كبيرة جدا من المجتمع، تكاد تصل إلى 90-95%. ده يبقى إنجاز إن شاء الله. ده يبقى إنجاز. طيب، ده بالنسبة لقاعدة البيانات. البنية التحتية بقى، احنا بنتكلم على بنية تحتية، عندك الكابلات اللي بتوصل، عندك فايبر أوبتكس، عندك النحاس، عندك يعني عندك بنية تحتية كده. النحاس اللي انت كنت شغال بيه زمان ده اصبح لا يصلح وبطيء والى اخره، قالوا الالياف الضوئيه الفايبر اوبتكس وهتحل محلها. هل وصلنا الى تجهيز البنيه التحتيه دي ولا لسه برضو؟ والله احنا شغالين عليها، يعني طبعا مصر يعني اطرافها متباعده، وبس قدرنا ان احنا ننفذ كميه كبيره من الالياف اللي هي الفايبر اوبتيك، الالياف الضوئيه في حتت كتيره من 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 العاصمه، من القاهره، نسبه عاليه جدا اللي احنا قدرنا نغير فيها الكابلات. بس لو بنتكلم على مصر عموما الموضوع هياخد وقت شويه، لان برضو في موضوع ايكونومي اوف سكيل او يعني اقتصاديات بتاعته، ولكن ماشيين في الطريق. يعني كل يعني في حمله قويه جدا لتغيير كل الاسلاك النحاس الى الياف ضوئيه، شغالين فيها وماشيه، يعني محتاجين وقت، لان هي المشكله ان مصر اطرافها متباعده، عندك مثلا وادي جديد، عندك يعني، فاحنا شغالين ولكن طبعا بياخد وقت، كل الحاجات دي بتاخد وقت. انا بسالك الاسئله دي ليه؟ علشان لما ندخل بقى على صناعه الالكترونيات انت بتتكلم كله بيتكامل، مش كده؟ يعني ما ينفعش انك انت تشتغل في حته وعندك تاخير في حته تانية. فلازم الكل يبقى متماشي مع بعض. لما نيجي نتكلم على صناعة الإلكترونيات، وأنا أعتقد إن إحنا في طفرة حصلت في مصر في هذا المجال، هل إحنا أصبحنا دولة بيتم توطين فيها صناعة التكنولوجيات ولا لسه؟ إيه اللي بيواجهنا من تحديات؟ لا، إحنا يعني لسه بعاد شوية عن إن إحنا يكون عندنا فعلا صناعة إلكترونيات متكاملة، لأن صناعة الإلكترونيات دي صناعة إلى حد ما معقدة، وبتنقسم إلى أقسام كثيرة جدا، منها التجميع، منها التصنيع، منها اللي هي الإمبيدد سيستم اللي هو السوفت وير اللي داخل جوه الصناعة. ولازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا، إن إحنا لابد علشان صناعة تقوم لازم يكون في ريسيرش أند ديفلوبمنت، أوكي؟ يعني حضرتك، يعني انا هقول لحضرتك على سبيل المثال، لو ناخد اي موبايل من الموبايلات المشهوره، اوكي، فتلاقي ان الموبايل ده كتكنولوجي، كبورده، كشاشه، ككيبورد، كلهم اولموست زي بعض، اوكي. هتلاقي واحد ب $100 وهتلاقي واحد ب $1000، اوكي. فايه الفرق بين الواحد ابو $100 والفرق ابو $1000؟ هما اولموست يعني او الى حد كبير جدا هم متشابهين جدا، اللي ابو $100 مع اللي ابو $1000، بس ده التكنولوجي اللي فيه، الفيتشرز اللي فيه، اللي هو السمعه بتاعته، في حاجات كتيره جدا بتخش في التركيبه العامه، ان يبقى الجهاز ده سعره $1000 والجهاز ده سعره $100. فالفكره طبعا احنا موضوع التصنيع ده، يعني عموما يعني مش عايز اتكلم على موضوع التصنيع ده، اصبح مش هو اللي فيه القيمه المضافه الكبيره. موضوع التصنيع ده يعتبر من الاساسيات، ولكن انت عشان تبدا يبقى عندك ريسيرش اند ديفلوبمنت محتاج التصنيع، ما انت برضه مش هينفع تعمل ريسيرش اند ديفلوبمنت وانت ما عندكش التصنيع. ولكن احنا بدانا في عمليه التصنيع والتجميع، ولكن احنا المفروض يبدا التركيز في الفتره القادمه على حته الريسيرش اند ديفلوبمنت، على اساس ان احنا يبقى عندنا ابحاث وتطوير، على اساس ان احنا يبقى عندنا منتجات ذات مميزات خاصه، مش وبرامج ايضا، وبرامج خاصه، صح كده. فطبعا علشان الموضوع ده يقوم لازم تكون مساعده الدوله فيه مهمه جدا،
في ايه؟ مش ان هي تساعدك تديك فلوس ولا حاجه، لا، ان المنتجات كلها الالكترونيه اللي الدوله بتشتريها، لان الدوله تعتبر هي اكتر حد بيشتري في البلد المكونات الالكترونيه، فالمفروض يبقى يوجه كل المشتريات الحكوميه الى الشركات المحليه لتشجيعها. ولما تشجع الشركات المحليه في هذه الحاله، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا الصناعه تزيد وتكبر، ويبدا فيها ريسيرش اند ديفلوبمنت، واللي هي الابحاث والتطوير، وهتبدا الصناعه يبقى ليها ركيزه اساسيه ان احنا نزود في الصناعات المغذيه ليها، وفعلا الصناعه تقوم. فلا بد ان يكون في تكاتف ما بين الجهات اللي بتشتري والجهات اللي ايه اللي بتنتج، علشان يحصل طفره في هذا المجال. ولو اخذنا نموذج او مثل، عندنا مثلا وزاره التربيه والتعليم وموضوع التابلتس اللي هتوزعها على الطلبه، ده في حد ذاته ده حجم كبير. هل حصل توافق، اتفاق، مناقشه ما بينكم وما بين القائمين على اتخاذ القرار في الحكومه، مثلا ان يبقى إذا تم إسناد الشراء من الشركات المحلية هيتم وضع نسبة معينة للبحث والتطوير بحيث إن احنا ننمي الصناعة، ولا لسه ما وصلناش للمرحلة دي؟ لا، هو يعني طبعا احنا كان أملنا كبيرة جدا في موضوع التابلت بتاع وزارة التربية والتعليم ده، لأن هي كميات كبيرة جدا، هم بيتعاقدوا على 3 مليون تابلت، منهم مليون يتم تسليمهم السنة دي المفروض. ولكن يعني للأسف كان القرار ان هي يروحوا لشركة أجنبية. فإحنا يعني طبعا مش باصين للموضوع بصورة تشاؤمية، ممكن يكون لهم أسبابهم، إحنا يعني مش واضحة بالنسبة لنا إيه الأسباب بتاعتهم. ولكن إحنا بنبص على المراحل القادمة، وبنحاول نشوف إيه السبل إن إحنا في المستقبل يكون في اتجاه أكثر جدية في دعم هذه الصناعة، والقرارات تكون على مستوى الحدث، ان هي تساهم في انشاء هذه الصناعه او توطين هذه الصناعه في مصر. ده يدخلني لموضوع لو بنتكلم على البرمجيات، اللي انا فاهمه ويمكن انا مخطئ، ان عندنا عقول وكفاءات شابه يعني كتيره في هذا المجال، وحتى مثلا ممكن يتم استخدامهم في الخارج وما بيتمش استخدامهم في الداخل. الموضوع الصناعة دي أعتقد داخلة فيها البرمجيات برضو، يعني هي مش صناعة بلاستيك أو حديد أو الكلام ده كله. هل إحنا بنستفيد من الكفاءات اللي عندنا دي؟ طبعا يعني إحنا حقيقة عندنا كفاءات مميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل كويس جدا، وللأسف معظم العقول النيرة في هذا المجال بيسيبوا البلد، بيسافروا ويروحوا ويبقوا يحققوا نجاحات في بلاد أخرى. الموضوع كله مبني على أن أنت يبقى عندك شركات قوية في مصر، بتبني منتجات قوية لها سمعة عالمية أو ريجونال، يعني في المنطقة، مش هقول عالمية يعني في العالم، بس حتى في المنطقة، سواء إحنا عندنا ماركت في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، إحنا ممكن نعمل طفرة هنا. ولكن لازم علشان تقوم صناعة برمجيات وتكنولوجيا البرمجيات على رجليها، تقف على رجليها في مصر، لابد أن يكون في نوع من أنواع الانتباه الشديد، أن كل الجهات الحكومية تقوم باستخدام البرمجيات المحلية، واللي ده ما بيعملوش دلوقتي. لازم يكون في فوكس، تركيز، ان لازم عشان الشركات دي تقوم لازم تكون ليها حصه من السوق، حصه كبيره من السوق المصريه، وبناء عليه تبدا تصدر للبلاد الاخرى. فاللي بيحصل ان احنا بنشتري البرمجيات من بره في معظم الاحيان، يعني ممكن نقول مثلا ان احنا حجم البرمجيات المستخدمه المصريه فيرسز او يعني مقارنة بحجم البرمجيات اللي مصر كلها بتشتريها، لا تتعدى، في رايي انا الشخصي، لا تتعدى 20%. فطول ما هي احنا مزنوقين في الحته دي،
طول ما هيبقى عندنا نوع من انواع الكفاءات هتبدا تروح للشركات الاجنبيه وتساعد الشركات الاجنبيه عشان تيجي تتباع لنا. فهي دي المشكله بتاعتنا اللي احنا يعني ان شاء الله احنا عندنا اجتماع مع سياده الوزير يوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الجاي، وان شاء الله هنناقش بعض المشاكل اللي هي احنا محتاجين نركز فيها في الفتره القادمه علشان يعني الموضوع يبقى مور يعني يبقى ياخد الاتجاه الصحيح في هذا المجال. في حجم تصدير اعتقد عالي تكنولوجيا مصري، ولكن حجم التصدير ده ما اعتقدش ان هو من شركات مصريه، مش كده؟ يعني بتتكلم عن شركات الكترونيات يعني هي يعني هي حصيله التصدير يعني اللي هي في تكنولوجيا المعلومات كويسه، بس احنا طبعا عندنا شركات اجنبيه بتصدر برضو، فيعني هي واخده جزء من حصيله التصدير دي، ولكن احنا نامل ان يبقى الجزء الاكبر في موضوع التصدير ده يكون من الشركات المصريه مش الشركات اللي انت المصرية. عايز يبقى فيها دعم، مش دعم فلوس ولكن دعم من ناحيه الاعتماد على البرمجيات دي، وده بيحط نقطه ان البرمجيات دي لازم تبقى على مستوى ما دي المشكله البرمجيات العالميه، مش كده؟ هل احنا عندنا المستوى ده؟ احنا عندنا في مجالات كثيره جدا عندنا برمجيات ممتازه، مثلا في مجال الصحه، في مجال التعليم، في مجال يعني في مجالات كتير فيها برمجيات ممتازه، ولازم احنا نشجع الشركات دي في هذا المجال. ولكن طبعا لا شك ان 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 انت لما تقارن منتج مصري مع منتج اجنبي عمرك ما هتبقى العداله في المقارنه هيبقى صعب، لانك المبالغ اللي بيحصل لها انفستمنت من الشركات الاجنبيه في السوفت وير اكبر بكتير جدا من الشركات الايه المصريه. ولكن لو بصينا على تركيا بتعمل ايه، وبصينا على الهند بتعمل ايه، وكل ده بيبقى فيه دعم للشركات الوطنيه علشان توصل للعالميه. يعني في الاخر هي منظومه ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومه المصريه لتشجيع وتدعيم الصناعات. ثلاث مواضيع نتكلم فيهم بقى الفقره اللي جايه. الخدمات وتقديم الخدمات للمواطن وتسهيل الحياه بالنسبه له، الشمول المالي، وموضوع ثالث كمان موضوع الضرائب على مبيعات وسائل التواصل الاجتماعي. ده بعد الفاصل مع المهندس خالد ابراهيم نائب رئيس غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات. فخليكم في اسواق واعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ضيفنا وضيفكم المهندس خالد ابراهيم نائب رئيس غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات. اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. وقفنا اخر مره على مطالبتك، واعتقد انها هتبقى مطالبه اتحاد الصناعات، في دعم الدوله لهذا القطاع للنهوض به والانطلاق به. منه هدخل على الخدمات. حضرتك عارف ان احنا في أمور كثيرة في حياتنا اليومية ممكن تتسهل جدا علينا كمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات في إنهاء المتطلبات اليومية بتاعتنا عن طريق الخدمات الإلكترونية. هل في ما يمنع الانطلاق بتقديم هذه الخدمات بسرعة أكبر من اللي احنا بنعصره؟ طبعا في احنا يعني حقيقه في مجهودات بتتعمل في هذا الصدد، ولكن طبعا المجهودات دي مش على قد الاكسبكتيشن او التوقعات. النهارده يعني حضرتك في منظومه موجوده في بعض الحاجات زي مثلا المواليد، ان انت تطلع شهاده ميلاد وكده، ولكن انت ما تقدرش تطلعها بنفسك، يعني انت لازم تروح برضو مكان وحد يطلعها لك عشان هي الكترونيك. في بلاد كتيره جدا معظم الحاجات دي كلها موجوده على سايتس، وان انت تقدر تنزلها وتعملها. كنا عملنا ايفور كتيره في موضوع الرخصه، ان انت تطلع الرخصه وتعمل الحاجات ديت. الحاجات ديت موجوده بس للاسف مش مستخدمه بشكل كبير ومش متطوره على حسب التطورات اللي بتحصل
في القطاعات المختلفة. ده رجع لإيه؟ لأن إحنا ما عندناش الكفاءات اللي ممكن تعمل البرامج دي، ولا لأن إحنا ما عندناش قاعدة البيانات اللي ينفع إن إحنا ننفذ بيها الخدمات دي؟ يعني رجع لإيه؟ والله يعني أنا يعني مش عايز أبقى يعني نيجاتيف أو سلبي، ولكن هو الموضوع موضوع رؤية وإصرار على تنفيذ برنامج شمولي لتقديم الخدمات الإلكترونية. يعني مثلا لو نشوف دبي مثلا على سبيل المثال، حطوا منظومة ان احنا مثلا خلال 3 سنوات مش حد هيتعامل بالورق مثلا. يعني انا مش بقول ان احنا نعمل كده قوي، لان احنا عندنا استخدام تكنولوجيا المعلومات مش هو على قد ال واحنا 100 مليون برضه يعني. ولكن لازم يكون في خطه واضحه وفي رؤيه واضحه، ويكون في تكاتف ما بين كل الجهات المعنيه في الدوله ان هي تنفذ الخطه دي. المشكله ان في بعض الجهات وبعض الوزارات تلاقيها متقدمة وبتبدأ تعمل تشتغل وكده، وفي بعض الوزارات برضو دي مش على الخريطة بتاعتهم. يعني شغالين بس هما مش حاسين بأهمية الموضوع قوي. فأنت نظريا لازم يكون في رؤية واضحة على مستوى رئاسة الوزراء وبدعم من الجهات السيادية والعليا، ان يبقى التحول لان جميع الخدمات تبقى إلكترونيا، يبقى في سكادجول او جدول زمني. جدول زمني، وجدول الزمني ده احنا بنمشي على الجدول الزمني ده بخطه واحده. لان المشكله كلها في ايه؟ ان لما كل واحد بينفذ لوحده بيبقى عندنا مشكله ثانيه، ان احنا ازاي هنخلي البيانات دي تكلم البيانات دي تكلم البيانات دي. فلازم يكون في خطه ماستر بلان او خطه يعني مشروع قومي متكامل. مشروع قومي متكامل. احنا زي ما قلت لحضرتك المشروع القومي المتكامل اللي هو بدعم من سيادة الرئيس وكده، اللي هو قاعدة البيانات الموحدة دي اللي احنا شغالين عليها او بنسمع عليها، ان هي كل واحد بيعمل قاعدة البيانات بتاعته، وان شاء الله كل قواعد البيانات دي هتتكلم مع بعضيها. ولكن قاعدة البيانات دي از البداية، فانت لازم بقى تركب على كل قاعدة البيانات دي ابلكيشن اللي هي السوفت وير التطبيق اللي هو هيشتغل. فاحنا يعني شغالين على دي وشغالين على دي في نفس الوقت. بس هل في عندنا خطة واضحة لتنفيذ كل العمليات دي بجدول زمني معين؟ ان الخدمات الحكومية طبعا احنا عندنا خطة لقواعد البيانات، ودي مهمة جدا جدا جدا، بس خطة بقى تانية محتاجينها اللي هي تبقى بتاعت ان احنا نطور او ندخل التكنولوجيا في جميع النواحي الايه اللي هي البيروقراطية اللي موجودة عندنا في السيستم. علشان اللي انا فاهمه من وزيرة التخطيط ان في برنامج من هذا النوع. ما هو البرنامج اللي موجود حاليا والخطة بتاعتنا اللي هي 2030 وكل حاجة دي، كل حاجة دي موجودة فيها. بس احنا بنتكلم بقى على البرنامج التطبيقي اللي بينزل ويبقى ديتيلز في ازاي ان كل التفاصيل، التفاصيل دي هتخش في البتاع، وممكن يكون موجود انا معرفوش. ولكن بس انتوا اتحاد صناعة يعني على حد علمي على حد علمي إن 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 لسه لحد دلوقتي الوزارات بتقوم بتطبيق بعض الـ 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 الحاجات اللي هي لخدمة المواطن لوحديها، مش انتجريتد مع بعض بصورة كبيرة، أو يعني يبقى في توافق ما بين التعشيقة دي. أيوه، فدي اللي إحنا المفروض نشتغل عليها مع بعض. وأنا شايف إن في يعني إحنا يعني حاليا وفي الفترة اللي فاتت دي كان في تواصل كبير جدا بين الوزارات المختلفة، وأنا شايف أن أهم حاجة في الموضوع أن يكون التواصل والاندماج بين الوزارات، وأن الوزارات تبقى عايزة توفر الانفورميشن بتاعتها. الخدمات دي هتعود علينا بدخل كبير للاقتصاد جدا. يعني شوف حضرتك مثلا يعني احنا دلوقتي مثلا البنزين غلي، فاحنا دلوقتي حضرتك عايز تطلع شهاده ميلاد، فانت هتروح تدور على الراجل اللي بيعملك وتقف في طابور، فانت حضرتك الوقت بتاع حضرتك السجل المدني زائد البنزين اللي حضرتك عملته. يعني انت النهارده عشان تطلع بتاع ده سجل تعمل اسمه ايه ده في السجل بطاقه
شهادة ميلاد، لا عايز سجل تجاري، سجل اي حاجه بتقف في طوابير وتعمل وكذا. فانت المفروض تقدم البيانات بتاعتك كلها الكترونيكلي وتروح تستلمه، وبعدين دي بتخلي برضو او يجي لك انت طبعا انت دلوقتي بتشغل البوسطه المصريه وتقبض. لان خد بالك ان الفساد مش هيقضي عليه غير بكده، يعني انت تكنولوجيا المعلومات هتقضي على الفساد، ان مش انت مش هتروح تقف قدام حد وتقول له وحد يخش قدامك في الطابور، هيقلل في فاتوره بالظبط الاقتصاد الغير الرسمي، بالظبط هتقلل في فاتوره الاقتصاد الغير الرسمي، هتوفر للبلد وقتك مهم، انت لما يبقى الوقت بتاعك بتضيف شغلك انت يور مور برودكتيف، لما انت تبقى مش موجود في الشارع الشارع هيبقى فاضي، فاللي عنده مشوار هياخد وقت اقل، يعني الموضوع كله فيها فوائد جامده، تكنولوجيا المعلومات واهم حاجه اساسيه تسهل على الناس. بالظبط ده بقى يدخلني للموضوع الثاني اللي هو الشمول المالي. موضوع الشمول المالي ده بقى يعني برضو من الحاجات اللي هي يعني بتؤرقنا جميعا. يعني احنا النهاردة بنتكلم على اتحاد الصناعات، بنتكلم الاقتصاد الموازي بنقول ان هو 60 مليار. 60 مليار ايه؟ جنيه. لا. سنويا الاقتصاد الموازي؟ لا ده اذا كان رئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل طلع السنة اللي فاتت وقال الاقتصاد غير الرسمي بيمثل 1,800,000,000,000 جنيه. أيوة. ده السنه اللي فاتت. أيوة. واخد بالك، وده التقدير الرسمي. في بعض التقديرات أنا اللي بتقول ان هو اكتر من 2 تريليون. احنا بنتكلم على الخاص بالصناعات. ممكن يكون ده بيتكلم ان جنرال. يعني هو احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على المنتجات والسلع التي يتم بيعها من غير فواتير، من غير دخول السيستم خالص، الناس دي ما هياش على الرادار خالص، وبتتداول الارقام دي في داخل البلد من غير ما احنا نكون عارفينها. احنا بنتكلم علينا من وجهه نظر اتحاد الصناعات. طبعا في زي ده من وجهه نظر البنوك، في وجهه نظر التجاره، من وجهه نظر، بس احنا بنتكلم علينا من وجهه نظر اتحاد الصناعات. بنقول ان في 60 مليار جنيه صناعات بتتعمل في مصر احنا ما نعرفش عنها حاجه، يعني وبتتداول وبتشتغل وكده. فطبعا ده وزر بقى تريليون ولا مش تريليون، ده طبعا مشكله كبيره جدا. تتحل ازاي المشكله دي؟ المشكله دي لازم تتحل الكترونيا. يعني النهارده احنا مثلا لما نروح دوله زي الصين، المشكله ان انت بتقاس الدول بمدى تقدمها، بان حضرتك ماشي معاك كام؟ انت النهارده ماشي او في البيت فيه كام؟ فانت النهارده مثلا اقل بيت في مصر مثلا يقول حط 5000 جنيه 10000 جنيه عشان الازمات واللي ممكن يحصل ايه، وممكن يعني الكلام ده مش موجود عالميا. يعني النهارده الصينيين كلهم ماشيين ببرنامج بسيط جدا اسمه ويتشات، عليه كل الفلوس بتاعتهم. عايز يشتري تذكره اتوبيس بيشتريها بيه. يعني احنا النهارده لازم الناس كلها تبقى في البروجرام اوف فاينانشال انكلوجن، لازم كلنا ظاهرين، وكل الفاينانشال ترانزاكشن بتحصل الاندماج المالي كله بيحصل، فالفلوس اللي تبقى موجوده في ايد الناس تبقى قليله. احنا عندنا الفلوس اللي موجوده في ايد الناس والتعاملات البنكيه، يعني النهارده احنا الحكومه اشتغلت جامد جدا على اساس ان الناس تقبض المرتبات بتاعتها من الالكترونية. طب الناس بتعمل ايه؟ بتروح اول الشهر تسحب الفلوس، تسحب المرتب كله. فانت هو الهدف ما كانش كده، الهدف ان انت تحس ان انت الفلوس معاك. ما انت برضو عايز تروح للبقال يعني هتديله كارت الائتمان ازاي يعني؟ فالناس برضو يعني الى حد ما بتحس بارتياحية ان هو لما يروح ياخد الشهر هو حاسس ان هو يقبض، فهو عايز يشوف الفلوس. فدي طبعا ايه حتة في السيكولوجي بتاعت الناس اللي احنا لازم نشتغل عليها، ان انت احسن حاجة ان فلوسك ما تبقاش معاك. انت الكارت اللي معاك ده بدال ما ممكن تستعمله في حاجات كتيرة، ادفع يا اخي الكهرباء في فوري، ادفع اللي بتعرف ايه، يعني ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا، اكتيفيتيز كتيرة جدا بالكارت، مش لازم تاخد كل الفلوس، خد نص فلوسك بس. يعني احنا نشجع الناس ان هي تاخد نص فلوس وتسيب النص. في برامج النهارده تكنولوجية تعتمد عليها، يعني في برامج، في حد كان عامل بقصة البلوك تشين تكنولوجي، تكنولوجيا البلوك تشين، ان هو انت بتشتري بتحط فلوس في الاكونت بتاعك في الحساب بتاعك، وبتدفع فاتوره الكهرباء وفاتوره التليفون وكل حاجه بالزرار بتدوس على التليفون. دي اللي هو الموبايل بيمنت، دي معروفه وموجوده في مصر حاليا.
هو زي ما بقول لحضرتك هي برضو سايكولوجي او يعني الناس لازم يبقى عندها كونفيدنس في ان هي الفلوس بتاعتها ثقه ويكون عندهم برضو نوع من انواع التوعيه لان ازاي انا فلوسي معايا بس مش معايا، واخد بالك؟ يعني لسه عندنا قصه ان انا لازم يبقى معايا فلوس كاش عشان انا لما هروح مثلا حته هلاقي ان مثلا الاي تي ام مش شغال. هنا انت بتتكلم على توعيه وبتتكلم على بنيه تحتيه. بالظبط بالظبط كده بتتكلم على الاثنين. لازم يكون في الحاجتين يكونوا مع بعض. يعني يدخلني بقى ده لموضوع انا النهارده هعتمد على التكنولوجيا وعايز اشتري، فهشتري عن طريق المشتريات الالكترونيه. عايز اشتري مكنه حلاقه، عايز اشتري ثلاجه، عايز اشتري اي حاجه، بدخل على موقع الكتروني او بيبقى فيه اعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، اعلان بيعجبني المنتج بشتريه. دلوقتي وزارة المالية قالت ان هيتم في دراسة لفرض ضرائب على المشتريات او فرض ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجود. هل ده قابل للتطبيق؟ هو الموضوع ده له شقين. بالنسبة للشركات اللي هي الشركات المصرية اللي هي بتبيع من خلال الانترنت، فدي المحاسبه عليها بسيطه. ليه؟ لانك انت لازم بتطلع فواتير وحاجات كده، فدي ما فيش فيها مشكله. هو المشكله كلها في ايه؟ ان لو حد بيشتري من بره دي حاجه، فانت يعني اي حد بيشتري حاجه من بره وبتجيله ما عندكش كنترول عليها، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هم بيتكلموا عليها الاساسيه اللي هي موضوع الاعلانات على الانترنت. يعني مثلا على سبيل المثال هندي مثال، مثلا فيسبوك بيعمل اعلانات، انا مثلا بياخد مثلا اعلانات مني انا في مصر مثلا ب 50 مليون دولار مثلا، اوكي، في السنه، مش مني انا، من كل الشركات اللي كل في مصر. الشركات اللي بتاعت هو دخل له دخل ب 50 مليون. طيب هو دفع ضرائب على ال 50 مليون دي؟ ما دفعش، هيدفع في بلده. هيدفع في بلده. فهو الفكر كله بقى ازاي ان انا اعمل منظومه بحيث ان انا الترانزاكشن اللي بتحصل في مصر، التعاملات والتعاملات اللي بتحصل في مصر دي ازاي ان انا اعمل عليها ضرائب. دي محتاجه يعني شغل جامد، محتاجه منظومه، محتاجه ان انت تعمل لوبينج مع الشركات دول، تشوف مين الشركات الكبيره اللي هي شغاله في مصر وتعمل. وبعدين لازم يكون في ثقه ما بين طبعا الممول ومصلحه الضرائب، لان برضو في شركات مصريه بتعمل كده. فالفكره كلها ان لازم يكون ناس خبراء في هذا المجال بيشتغلوا في هذا المجال ويشوفوا ايه الطرق او احسن الطرق ان احنا نطبق حاجه زي دي. ما هي سهله، ولكن هل ممكن تتعمل؟ ممكن تتعمل، بس it will take lot of efforts. هل الافورتس تساوي الدخل اللي هيخش لك؟ لازم دي تتحسب ويتشاف ازاي ان احنا نطبق الموضوع ده، بس هي موجوده دلوقتي حاليا في القانون، فانت لازم يعني تفعلها. وهتقدر ازاي؟ يعني النهارده الضرايب اللي هتتفرض دي هتبقى نسبه، العائد من الضرايب ده هل في دراسة على العائد ده ممكن يبقى قد ايه؟ اما ده انا حقيقة ما فكرناش فيه. يعني احنا يعني ما يعني الموضوع ده اصبح حاجة دورية بتتعمل، فمحدش مفكر فيه ده الحجم بتاعه قد ايه. ولازم يتعمل دراسة على الموضوع ده كله ويشوف ايه الحجم ده قد ايه، والتكلفة بتاعتي قد ايه علشان انا اخد الفلوس من الناس دي، والافورت اللي هتتحط قد ايه على اساس ان انا ابدا احط خطه ازاي ان انا اقدر احصل على المبالغ بتاعتي المستحقه على الضرائب. في بعض المعوقات زي مثلا، انا هدي لك مثال، انا اشتريت حاجات عن طريق الـ وسائل التواصل الاجتماعي ده، وفي عندهم سيستم كده انك تعمل تراكنج او تشوف المنتج بتاعك وصل لفين. فالمنتج بتاعي وصل مصر، فقالوا في البوسطه في مصر، ولغايه دلوقتي ما وصلنيش. ده بقاله دلوقتي شهر وهو بيوصل في خلال مفيش يعني 3 4 ايام يعني بالشحن والكلام ده كله. هل ده برضو نابع لعدم تكامل المنظومه؟ لا، الشركات الاجنبيه انا ما اعرفش طبعا، هي مش المفروض تبقى في البوسطه، بس يعني لو تراكنج نمبر بيبقى لشركات مثلا زي الشركات اللي هي البريد السريع. ففي شركات البريد السريع دي انت المفروض نظريا الجمارك والكلام من ده، ما هو ممكن تتحجز في الجمارك، ولكن مسؤوليه ال 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 المسؤوليه بتاعه البرودكت ده على ال 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 اللي انت اشتريت منه لحد ما توصل لك. لو ما وصلتلكش مش مشكلتك،
لو وقفت بقى عشان جمارك ولا عشان حاجه برضو مش مشكلتك. انت لازم تقول لهم ان الحاجه دي ما وصلتنيش. فدي دي موضوع تاني. انما احنا شايفين دلوقتي ان زادت موضوع ان الناس مثلا بتخش على الفيسبوك دلوقتي وبيبيعوا منتجات بينهم وبين بعضيهم. يعني الناس بتبقى عامله تقدر تشتري، يبقى له تنظيم. ما هو دي برضو دي حاجات الضرايب دي. يعني زي ما بقول لحضرتك، هي كل حاجه ممكن تفرض عليها ضرايب. المشكله كلها فين؟ ان انت اللي هي اقتصاديات المجهود اللي انت هتعمله علشان تحصل على قيمة الضرائب الخاصة بهذه العمليات. المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، أسعدتنا بوجودك معنا. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، وبكرة يوم البورصة وبرنامجكم أسواق وعمل.